احنا افتتحنا عدد كبير من المشروعات، في مشروعات طبعا كلها راجعة للحضارات المختلفة، الحضارة الفرعونية او الحضارة المصرية القديمة عشان نبقى يعني تعريف صح، الحضارة المصرية القديمة، الحضارة القبطية، الحضارة اليهودية والحضارة الإسلامية، وأيضا العصر الحديث. هناك العديد من المشروعات الكبيرة اللي الدولة الحقيقة أنفقت فيها واستثمرت مئات الملايين من الجنيهات من مواردها الخاصة أو بدعم من بعض الجهات المانحة والجهات الصديقة لإحياء تراثنا الحضاري الكبير جدا اللي يعود لآلاف من السنين. حضراتكم احنا الحمد لله يعني هناك تركيز شديد جدا على المشروعات دي. حضراتكم مصر النهاردة يعني أنا بعتبر الحقيقة ما يتم حاليا في مجال التراث والثقافة والحفاظ على الآثار هو مشروع قومي يعادل المشروعات القومية الكبيرة للدولة، بتبني فيها أماكن جديدة زي العاصمة الإدارية والعالمين وكل المدن الجديدة والمشروعات القومية. هذا المشروع أيضا الحفاظ على التراث الخاص بمصر لا يقل إذا ما كانش أهم من كل هذه المشروعات. فإحنا كدولة بننظر أيضا إلى الماضي بتاعنا وإزاي نحييه كما أننا ننظر للمستقبل وبناء المستقبل. الحقيقة يمكن الفترة اللي فاتت لاحظوا هناك الحقيقة تركيز على إنهاء مشروعات كثيرة جدا. معالي الوزير افتتح يمكن منذ أيام كان المعبد اليهودي في الإسكندرية، مجموعة أخرى من المشروعات القبطية والإسلامية، المشروعات الحضارة المصرية القديمة هي يعني على طول نصب أعيننا، طبعا متحف الحضارة في منطقة الفسطاط النهاردة إن شاء الله إحنا على قدم وساق إن إحنا ننهيه، وأيضا المتحف المصري الكبير اللي هيكون بكل المقاييس هو أعظم المتاحف على الإطلاق في على الكرة الأرضية إن شاء الله. يعني الدولة كلها والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بيتابع يعني بصورة دورية ومستمرة أعمال الانتهاء من هذا المشروع الضخم اللي هيكون عنوان لمصر الجديدة والتي لا تنسى أبدا تاريخها وتراثها ومتمسكة به وقادرة إن شاء الله على أنها تحقق كل طموحات شعبنا في هذا الموضوع. هذا المشروع الكبير اللي احنا واقفين قدامه، المشروع ده بدأ يمكن من 2006، يعني بقى تقريبا 14 سنة بيتم ترميم هذا المكان وهذا الأثر العظيم. الدولة تكلفت أكثر من 104 مليون جنيه مصري، توقف العمل طبعا في فترة 2011 لغاية يمكن 2013 أو 2014، ثم عدنا بقوة حتى تم الانتهاء من هذا المشروع طبقا للمعايير والملاحظات اللي منظمة اليونسكو كانت حطاها عشان يخرج ونعيد هذا الأثر العظيم مرة أخرى إلى يعني قائمة الآثار المصرية اللي احنا بنحافظ عليها على أعلى مستوى، وإحنا حريصين كل الحرص على إتاحتها لكل البشرية عشان ترى كيف كان عظمة المصريين. وإن شاء الله هذه العظمة وهذا التقدم بإذن الله إحنا النهاردة كل الحرص من الدولة وقيادتها على إن مصر يعني تبقى في مكانتها اللي إحنا كلنا بنصبو إليها في خلال الفترة القادمة إن شاء الله.